الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي دورة متنوعة لبت كل الأذواق. شو معناها متنوعة؟ لقينا فيها المسرح الغنائي، الأوبرا، الأغاني الترابية، الأغاني العربية الشبابية. باش نحكيو جماهيريا فما عروض قليلة اللي لقينا فيها الجمهور متوسط، وكما فما عدة عروض لقينا فيها الجمهور فوق طاقة الاستيعاب. فما نقطة مهمة نحب نحكي فيها على الدورة 55، الدورة متاع السنة المهرجان قرطاج الدولي. الدورة هذه كان حضور التونسي فيها متميز، معناها شفنا عدة مسرحيين، عدة فنانين تونس كانوا موجودين في الدورة هذه المهرجان قرطاج الدولي.